لو حياة دكتور مبروك عطية مسرحية تبقى اسمها ايه؟ اسمها من غير مبالغة هقول لك اسمين وانت تختاري. ماشي. تواضع وابداع. تواضع وابداع، ده ايه التواضع ده؟ ده يعني تواضع، ده منتهى التواضع، وابداع ده تواضع اكتر. اكيد يا دكتور. اكيد. طب انا اختار لحضرتك تواضع. كتر خيرك. تواضع. التواضع انا ليه كتاب مطبوع اسمه الاسلام دين المعادله. في هذا الكتاب اتكلمت عن معادله التواضع المختله عندنا. انك تتواضع مع واحد، ما دمت تواضعت معاه ياخد عليك ويهزئك. انا بجيب من الاخر. انما معادله التواضع في الاسلام ان انت تنزل من علوك وتضع نفسك في الارض مع الناس الغلابه العاديين وهم يعرفون لك قدرك مع تواضعك. مثال. كان صلى الله عليه وسلم النموذج الاوفى في التواضع. فهل حد من الصحابه قال له منور يا حماده ولا يا رسول الله بكل ادب؟ ده دليل مبروك عطيه على ان معادله التواضع عندنا مختله. انا ممكن افطر مع الساعي بتاعي في الكليه، تاني يوم الساعي لو مش فاهم المعادله دي يقول لي صباح الخير يا بركه. بركه؟ وعشان افطرت معاك بقيت بركه؟ وهلم جر بقى، وهلم جر. طب دكتور مبروك احيانا بيستخدم قناع الغرور لما بيتباهى او بيتعالى شويه بالدرجه العلميه بتاعته؟ بقول لك البطاقة يعني معاك. حضرتك مرة قلت لواحد ما فيش نتيجة دلوقتي، اسكت واسمعني أنا دكتور. طبعا وأنا إيه غير دكتور؟ لا إله إلا الله. يحترم الشقة اللي أنا أفديته يا حبيبتي. أنا بقالي 60 سنة في العلم من أول كتاب سيدنا لغاية هذه اللحظة، وأنا لا شغل لي ولا هم لي في حلي وترحالي وأسفاري وتدريسي في جامعة الأزهر وتدريسي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وأنا صاحب كتاب. أيوة. وأنا عميد. استدعيت أستاذ مساعد شايف نفسه شوية، قلت له يا ابني أنا عملت كتب، لو أنت وعشرة قعدتوا معاك تنقلوها بس بخط إيديكم قدامكم 60 سنة. دكتور مبروك في كتبه ناقل ولا مبدع؟ الاثنين طبعا، لابد لابد للابداع. يعني عندما تعجز اللغه ده منقول ولا لا؟ مش منقول، لان لم يكتب فيه احد. اصل في مؤلفات سابقه بنفس العنوان. ابدا ابدا. في عندما تعجز اللغه. عندما ايوه. ايه يا فندم؟ في يا فندم، في عندما تعجز اللغه. عندما تعجز اللغه عن التعبير عما بداخلي، عندما تعجز اللغه عن التصوير، عن البيان. احنا بنتكلم على العنوان فقط. احنا ما قريناش العنوان. عندما تعجز اللغه عن التعبير والبدائل بقى اللي هي ربنا اختارها لنا، النبي عليه الصلاه والسلام اختارها لنا، اشياء من هذا القبيل.